خير الناس من طال عمره وحسن عمله. فعمر العبد مكتوب عند الله جل وعلا، إنما الواجب على المسلم أن يغتنم حياته في طاعة الله، أن يغتنم حياته في طاعة الله، أن يغتنم حياته في طاعة الله. فسواء بعد ذلك تقدم الموت أو تأخر، فسواء لا يبالي، لأنه لو جاءه الموت وجده على استعداد للقاء ربه سبحانه وتعالى. خطبة للشيخ الفاضل حسين بن علي الشراعي حفظه الله كانت بتاريخ 3 من شهر محرم لعام 45 و400 ألف الهجرة، وإليكم المادة المذكورة. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معشر المسلمين عباد الله، ها نحن نستقبل عاما جديدا بعد ان ودعنا عاما ماضيا، نستقبل هذا العام بعد ان مد الله جل وعلا في اعمالنا حتى بلغنا هذا العام، وفي المقابل كم مات من اناس وكم فقدنا من اقارب واحباب واصدقاء واصحاب في العام الماضي، ودعوا هذه الحياة وفارقوها وانتقلوا عنها إلى الدار الآخرة. وبلغنا الله جل وعلا بفضله ورحمته هذا العام الجديد الذي نرجو أن يكون عام خير وبركة ونصر وفتح من الله سبحانه وتعالى، عام جاء بعد أن مضى قبله عام بأفراحه وأكراحه وسروره وأحزانه وآلامه. مضى ذلك العام وضويت معه صحائف ذلك العام بما فيها من خير أو شر، وجاء هذا العام فحري بالمسلم أن يستعد لهذا العام استعدادا تاما بالأعمال الصالحة التي يرجو أن يلقى بها ربه سبحانه وتعالى. إن من نعمة الله سبحانه وتعالى على العبد أن يطيل في عمره وأن يوفقه لعمل الخير فيه، فهذا من فضل الله على العبد ومن علامة الخير في العبد. وفي المقابل، إذا كان العبد يطول عمره ومع ذلك يزداد شره ويزداد فجوره وتزداد ذنوبه ومعاصيه، فإن هذا شر ووبال عليه والعياذ بالله. روى الإمام الترمذي من حديث عبد الله بن مسلم رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: خير الناس من طال عمره وحسن عمله، وشر الناس من طال عمره وساء عمله. وفي حديث أبي بكرة رضي الله عنه
قال: سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أي الناس خير؟ قال: من طال عمره وحسن عمله. قيل: فأي الناس شر؟ قال: من طال عمره وساء عمله. فإذا مد الله عز وجل في عمرك أيها المسلم فاجتهد في عمل الخيرات واكتساب الطاعات والمسابقة إلى ما يرضي رب الأرض والسماوات، فإنها غنيمة، وأي غنيمة أن يستغل العبد عمره في طاعة الله جل وعلا. ومن أجل هذا نهانا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن تمني الموت، وأخبر أن عمر المؤمن غنيمة له يزداد فيها من الخيرات واكتساب الحسنات وعمل الصالحات. يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: لا يتمنين أحدكم الموت إما محسناً فلعله أن يزداد، وإما مسيئاً فلعله أن يستعتب، ولن يزيد المؤمن عمره إلا خيراً. فانظر إلى قوله عليه الصلاة والسلام: لا يتمنين أحدكم الموت. نهى عن تمني الموت لأن الموت يقطع العبد عن الأعمال الصالحة، يقطعه عن اكتساب الحسنات وعمل الخيرات، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من كلام، وذكر الحديث. فالموت يحول بين العبد وبين عمل الصالحات، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تمنيه، وقال: إما محسنا، أي إما أن يكون هذا الذي تمنى الموت على خير وإحسان وعمل من الأعمال الصالحة فلعله أن يزداد من هذا الخير ومن هذا الإحسان ومن تلك الأعمال الصالحة فترتفع درجته عند الله جل وعلا ويعظم أجره وثوابه، وإما مسيئا فلعله أن يستعجل. والناس لا يخلو حالهم من أحد هذين الحالين: إما محسنا فلعله أن يزداد، وإما مسيئا فلعله أن يستعذب، أي لعله أن يرجع، لعله أن يتوب من تلك الأعمال السيئة ومن تلك الأعمال القبيحة، لعله أن يستعذب، يراجع نفسه، يحاسب نفسه، يرد نفسه إلى الله، يقلع عن تلك الذنوب والمعاصي ويستبدلها بالأعمال الصالحة. وإما مسيئا فلعله أن يستعجل، قال: وإن عمر المؤمن لا يزيده إلا خيرا. وإن المؤمن لا يزيده عمره إلا خيرا. المؤمن أعمال عمره وأيامه ولياليه غنائم وخزائن يكتسب فيها الخير، يودع في تلك الخزائن ما يقربه إلى الله وما يرفع درجته عنده سبحانه. فلذلك قال: وإن عمر المؤمن لا يزيده إلا خيرا. وهذا بخلاف غير المؤمن، فغير المؤمن كلما طال عمره زاد شره وعظم سوءه فعظم جزاؤه عند الله وعقوبته عياذا بالله. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: وشر الناس من طال عمره وساء عمله. وقبل هذا يقول ربنا جل وعلا: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. أنما نملي لهم، أي نمد لهم الأعمار، نطيل في أعمارهم، لا يظن أن ذلك خيرا لهم. قال: إنما نملي لهم ليزدادوا إثما، أي وإذا زاد إثمهم عظمت عقوبتهم. ولهذا قال: ولهم عذاب مهين. ويقول جل وعلا: لا يغرك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لا يغرك ذلك،
أنهم يتمتعون وأنهم يعمرون. فيقول الله: متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. ويقول: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. ويقول سبحانه: أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. فإذا عمر المؤمن غنيمة وعمر غير المؤمن سوء عليه وشر ووبال ونكال عليه في الدنيا والآخرة. فيا أيها المسلم اغتنم حياتك لتكون من خير عباد الله جل وعلا، اغتنم طول عمرك، اغتنم إدراكك لعام جديد بأن تودع فيه ما يرضي ربك سبحانه وتعالى وما يقربك إليه، فهذا خير أنعم الله عز وجل به علينا. أن نبدا في أعمالنا فلا نضيع هذا العام كما ضيعنا الأعوام السابقة، ولا نلهو بالذنوب والمعاصي عن طاعة ربنا جل وعلا، فإن الأعمار تتناقص وتقل، كلما ذهب يوم أو ليلة أو ساعة نقص من عمر الإنسان، نقص من عمره، فكيف يليق به أن عمره ينقص وذنوبه تزيد؟ والعياذ بالله، العمر ينقص والذنوب تزيد، وتقال عثرات الفتى فيعود، هل يستطيع جحود ذنب واحد؟ عبد عليه أعضاؤه شهود، هل يستطيع جحود ذنب واحد من كانت الأعضاء عليه شهود؟ الأعضاء ستكون شهودا على العبد يوم القيامة، فكيف يليق بمسلم أن يضيع عمره وأن يضيع حياته؟ كلما نقص شيء من عمره كان الواجب عليه أن يكون أسبق إلى عمل الصالحات وأقرب إلى الله جل وعلا، لا أن عمره ينقص وذنوبه تزيد والعياذ بالله. إن الشخص يسأل عن عمره فيحاول أن يقلل من عمره ولا يأتي بعمره الحقيقي، كل ذلك رغبة في هذه الدنيا وحبا لها، ولكنه مع ذلك إخفاؤه لحقيقة عمره لن يؤخره من أجله شيئا. فعمر العبد مكتوب عند الله جل وعلا، وإنما الواجب على المسلم أن يغتنم حياته في طاعة الله، فسواء بعد ذلك تقدم الموت أو تأخر لا يبالي، لأنه لو جاءه الموت وجده على استعداد للقاء ربه سبحانه وتعالى. إذا كان العبد يحاسب نفسه على طاعة الله، يحاسبها على ما اقترفت من الذنوب والمعاصي ليردعها ويزجرها، فإنه سيكون مستعدا للقاء الله متى نزل به الموت، كان على استعداد لذلك. ولهذا يقول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا، واستعدوا للعرض الأكبر على الله، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فمن حاسب نفسه قبل يوم الحساب خف عليه الحساب يوم القيامة، لأنه حاسب نفسه فزجرها وردعها عن تقصيرها في طاعة الله وعن وقوعها في معصية الله، وعند ذلك يعفو الله عز وجل عنه عن تقصيره، لأنه زجر نفسه عن ذلك وتدارك ذلك التقصير، زجرها عما اقترفت من الذنوب والمعاصي وتاب إلى الله فعفى الله عنه، فخف عليه الحساب يوم القيامة لأنه حاسب نفسه في هذه الدنيا. وأما من أهمل حساب نفسه فإنه يشدد عليها في الحساب يوم القيامة، يراكم على نفسه تقصيرا في طاعة الله وذنوبا تتزايد عليه كل يوم، فيأتي يوم القيامة وعليه أكوام
كبيرة من الذنوب والمعاصي، فيثقل عليه الحساب ويشدد عليه في ذلك، ويحاسب عليها عملاً عملاً ومعصيةً معصية، فيثقل عليه الحساب يوم القيامة، كما سمعنا في هذا الأثر عن عمر رضي الله عنه قال: فإنه أخف عليكم في الحساب غداً أن تحاسبوا أنفسكم اليوم. نعم معشر المسلمين، لهذا يجب على العبد، يجب على كل واحد منا أن يحاسب نفسه، وأن يعرف قدر نعمة الله عز وجل عليه أن مد في عمره حتى بلغه عاماً جديداً، فهذا من فضل الله، وهو يرى فلاناً الذي كان صديقاً له مات، فلان قريبه مات، يرى فلان الغني وفلان الفقير، فلان الوزير، فلان الملك، ودعوا هذه الحياة، ومد الله عز وجل في عمره ليبتليه، فإما أن يكون من خيار الناس، وإما أن يكون من شرار الناس، بحسب العمل، بحسب العمل. إن العمر إذا كان معطلاً من الأعمال الصالحة ومن الأعمال السيئة فهو خزائن فارغة، وإنما يكون للعمر ثمن وقيمة إذا استعمل في طاعة الله، واستغل فيما يرضي الله جل وعلا، أو يكون خسارة كبيرة وعظيمة إذا ضيع في معصية الله، وإذا عمل به العبد بما يغضب الله جل وعلا. ألا فلندرك عظم نعمة الله عز وجل علينا أن مد في أعمالنا حتى استقبلنا عاما جديدا، ولنحدث أنفسنا بنية صادقة أن نستغله في طاعة الله، حتى لو أدرك أحدنا الموت في أثناء عامه وهو قد أقام بقلبه العزيمة الصادقة والنية الصادقة أن يستغل هذا العام في طاعة الله، فإن الله عز وجل يكتب له أجر ما نواه إذا صدق في نيته، حتى ولو أدركه الموت قبل ذلك، فإن النوايا مطايا تبلغ العبد درجات الجنان العالية، وتنجيه بإذن الله من المهالك والهاوية. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا البر والتقوى. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا مزيدًا إلى يوم الدين. معشر المسلمين عباد الله، إن العزيمة الصادقة إذا عزم الإنسان بقلبه على إصلاح ما بينه وبين ربه جل وعلا تبلغه منازل عالية، وتكون سبباً في صلاح حاله ومآله. نعم معشر المسلمين، غير خاف علينا ما تمر به بلادنا، وما تمر به أيضاً بلدان أخرى من فتن وبلايا ومحن وشرور وفقر وغير ذلك، كل هذا غير خاف على الجميع. وإذا أردنا صلاح الأحوال، صلاح أحوالنا، ورجونا أن يكون هذا العام عام خير وبركة يرفع الله عز وجل به الضر ويكشف به ما حل بنا من الشر، فلنراجع حساباتنا مع ربنا سبحانه وتعالى، ولنصلح حالنا معه سبحانه، ولنرجع إليه رجوعا صادقا، ولنتب إليه توبة صادقة، فإن هذا سبب لصلاح أحوال ديننا ودنيانا. نعم معشر المسلمين، من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس. وربنا جل وعلا يقول في كتابه الكريم: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا
فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتاً وهم نائمون؟ أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحاً وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. يتساءل الكثير، والسنوات تمر سنة بعد سنة وعام بعد عام، تمر علينا والفتن تتراكم وتكثر وتعظم. لماذا لم تكشف هذه الفتن؟ ولماذا لم يرفع هذا البلاء؟ إن معرفة السبب سبب لمعرفة الجواب. فالله جل وعلا أخبر أن ما يصيب به العباد فإنه بسبب ذنوبهم ومعاصيهم. فالله جل وعلا يقول: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فالله جل وعلا يعفو عن معاصي كثيرة، ولو آخذنا بجميع ذنوبنا ومعاصينا لأهلكنا، كما قال جل وعلا: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. يقول علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: ما نزل بلاء إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة، وما يعفو الله عنه أكثر. فإن ما يحدث من بلاء وفتن ومصائب ومحن كل ذلك بسبب ذنوبنا ومعاصينا. فإن غيرنا غير الله أحوالنا، وإن أصلحنا أصلح الله أحوالنا. قال جل وعلا: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من والي. والله جل وعلا يبتلي من شاء بالسراء ومن شاء بالضراء، فيبتلي أناسا بالنعم ويبتلي أناسا باللقم. يبتلي أناسا بالنعم فيوسع عليهم في هذه الدنيا لينظر هل يشكروه أم يكفروه. فكم من أناس يتقلبون في نعم كثيرة يغبطهم كثير من الناس عليها، وما يعلمون أن ذلك استدراج من الله. فدول تنعم بكثرة الأموال وغير ذلك، فينظر الناس إليهم أنهم في نعمة وما يدرون أنهم في ابتلاء عظيم قد يكون أشد من الابتلاء بالنقم والبلايا والمصائب. فالله سبحانه وتعالى يقول: أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. فمن ابتلي بالنعم وسع الله عز وجل عليه في المال والرزق والراحة والدعاء وغير ذلك ولم يستغل ذلك في طاعة الله، فإنما ينتظره من عقوبة الله عز وجل إما في الدنيا أو في الآخرة أو فيهما معا ما ينتظره أمر عظيم. قال الله جل وعلا: وأملي لهم إن كيدي متين. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. وأملي لهم إن كيدي متين. ويقول جل وعلا: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة، أي مكان أحوالهم السيئة الفقر والحاجة والأمراض، أبدلهم الله عز وجل بالعافية والراحة والنعيم. قال: ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا، أي كثر أعدادهم وكثرت أموالهم. هذا معنى قوله حتى عفوا. وقالوا: قد مس آباءنا الضراء والسراء. قال الله: فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. فلا تنظر يا عبد الله إلى تلك الدول التي تنعم بما تنعم به نظرة إعجاب وإعظام، فلا تدري ما ينتظرهم من عذاب الله إما في الدنيا وإما في الآخرة وإما فيهما معا. والمقصود أن الله يبتلي عباده بالسراء وبالضراء، يبتليهم بالنعم وبالنقم،
ومن ابتلي بالنقم فصبر كان خيرا ممن ابتلي بالنعم فكفر. نعم، ولهذا علينا إذا أردنا كشف ما حل بنا أن نعود عودة صادقة إلى الله جل وعلا، وأن نغير من أحوالنا ومن أنفسنا ومن ذنوبنا ومعاصينا، وأن نقبل على الله عز وجل إقبالا حقيقيا صادقا، فحينئذ يأتي وعد الله الذي لا يخلف. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. عندما تنظر في أحوال الناس وما ابتلوا به، ومع ذلك لا زال كثير منهم منهمكا في الذنوب والمعاصي، ترى العجب العجاب، كيف لم يردع هؤلاء ما نزل بهم من الشر والبلاء؟ كيف لا يردعهم ذلك؟ ومتى يرتدعون إذا نزل بهم الموت؟ فلهذا لا نعجب أن يقول بنا البلاء وأن تشتد علينا الفتن، لا نعجب، ونحن لازلنا في غينا ساجرون وفي ذنوبنا وغفلتنا لاهون. لا نستغرب من ذلك إلا إذا غيرنا أحوالنا وأقبلنا على الله، وليكن هذا العام عام تغيير منا وإقبال على الله جل وعلا، وتغيير من سيء إلى حسن، ومن معصية إلى طاعة، ومن شر إلى خير، ولنقبل فيه إقبالا عظيما على الله جل وعلا، ولنبشر عند ذلك بالفرج وتغيير الحال. نعم عباد الله، خير الناس من طال عمره وحسن عمله كما ذكرنا في مفتتح الخطبة، فإن من الله جل وعلا علينا بإدراك هذا العام فلا نضيعه كما ضاعت منا الأعوام السابقة، فآجالنا تقترب وحياتنا الدنيوية تدنو من النهاية، والسعيد من فاز بطاعة الله وعمر حياته بما يرضي الله، فالكل سينتقل عن هذه الحياة ولا يبقى معه إلا ما تقرب به إلى مولاه جل وعلا من الطاعات والأعمال الصالحات، سيفارقه كل شيء إلا عمله، فإنه سيبقى رفيقا له وصديقا له، إما صديق خير وإما صديق شر، في قبره وفي حشره ونشره، إلى أن يدخله الجنة أو النار بحسب ما اختار من الصديق في هذه الحياة. اختر صديقك من هنا، اختر صديقك، إما أن تختار صديقا حسنا بأعمال صالحة، أو صديقا سيئا بأعمال سيئة، عياذا بالله. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يأخذ بأيدينا وأيديكم إلى كل خير، وأن يجنبنا كل شر وضير. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واخذل أعداء الدين. اللهم عليك بأعداء دينك أجمعين، من اليهود والنصارى ومن شايعهم ومن أصرهم يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح ولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا أرحم الراحمين. اللهم من أراد بالبلاد والعباد سوءا فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره وتدبيره تدبيرا عليه. اللهم اصرف عنا الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان، واكشف عنا وعنهم كل سوء وضر وبلاء، إنك سميع الدعاء. اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات.